طيب قول لي خدت كام بطوله مع النادي الاهلي يا انيس؟ 8 8 بطوله افريقيه، 8 بطولات يعني، البطوله الافريقيه، بطوله افريقيه، السوبر الافريقي، ثلاثه دوري، ثلاث مرات، ثلاث مرات دوري يعني الحمد لله. الوقت كاس، ده كنا كاس 4-3 وسامح حسني، كاس مصر يعني ما شاء الله. فاكر الماتش ده 4-3؟ طبعا الماتش كان غريب، الماتش ده الماتش غريب جدا، كنا احنا اللي ليدنج يعني، احنا اللي المفروض نكسب الماتش، دخل فينا جون عمرو زكي وبعد كده متعب وبعد كده ابو تريكه من احسن المباريات، هذه كان ممكن من احسن مباريات اهلي وزمالك، لانه اول حاجه نهائي كاس يعني مباراه مهمه جدا لان فيها لقب، ثاني حاجة كثرة الأهداف والتسابق والتلاحق خلى مباراة يعني ما تنساش يعني في تاريخ. وأسامة جاب جونين جامدين جدا في الآخر، أحمد صديق لو فاكر، أحمد صديق عملهم له وجاب جونين حلوين قوي. بعد سافرنا لأبيجان، فاكر؟ أبيجان الماتش أسك، أسك نلعب أسك هناك، قعدنا 10 أيام وكان أسك عنده 14 سنة ما خسرتش، كان أول مكسب لينا بعد 14 سنة، ظهر لي 1-0. كانت فترة مهمة جدا، دور مانويل جوزيه معاك برضو، لأنه هذا الرجل بالنسبة لهذا الجيل أعتقد أن له دور كبير جدا ودور مهم جدا. لا دوره مهم جدا، لأنه يعني ممكن إسلامة حاجة أخرى، أول ما وصلت للنادي الأهلي اجتمعت به طبعا بالمدرب ومع الكابتن حسام البدري، فقال لي نتابع فيك من 2004 من نهائي ضد الاسماعيلي، الاسماعيلي من 2004 البطوله العربيه نهائي كنا لعبنا صفاقسي ضد الاسماعيلي وكسبنا بضربات الجزاء، من وقتها قال لي انا جبت النادي الاهلي قائد، وقت اللي مدرب اول يوم يجي النادي الاهلي يقول لك انا جايب قائد فريق في وسط كوكبه النجوم الموجوده، نعرفهم طبعا ابو تريكه وبركات وسلام الشاطر وجمعه والحضري يعني الاسماء كبيره وشوقي وحسن مصطفى، فكلمة هذه طبعا تعطيك معنويات كبيره يعني اول يوم تدخل النادي الاهلي وتعرف النجوم الموجوده في النادي الاهلي وقل انا جبت كابتن، طبعا هذه اعطتني شحنه كبيره، وانا مدرب يعني قوي، ممكن الجيل هذاك ممكن شاف انه الجيل هذاك كان ناقصه واحد لعيب تكتيكي كيف انيس بوجلبان، هذاك علاش الحمد لله جيت وكنت اساسي، رغم انه يعني انا لما كنت اتكلم مع رئيس النادي الصفاقسي نقول له عندي عرض في النادي الاهلي، يقول لي النادي الاهلي فيه اربع لاعبين في وسط الميدان في منتخب مصر يعني انت هتعمل ايه؟ فقلت له خليني نشوف يعني خليني نجرب حظي كما نقولوا احنا. كنت بتلعب دايما يا انيس؟ بتلعب الحمد لله، بتلعب دايما لغايه لما عقدك انتهى ومشيت. مواقفك بقى مع مانويل جوزيه ايه؟ انت حاضر بعد ما يقفل ولا ما خدتش اصفار؟ الاصفار اللي كان دايما بيديها للعيبه، خدته ولا ما خدتش؟ هو بيديها لاحسن لعيبه، هو هو هذا اللي يعني نتذكر اول مباراه ظهر لي، مباراة مش عارف ولا أول مباراة ثاني مباراة، فلما دخل بين الشوطين يتكلم على أبو تريكة يقول له زيرو يونيثي، خلاص إذا كان اليوم يتكلم على أبو تريكة بالحدة هذه فما فيش حد هيتكلم، فيش حد هيتكلم. صح ولا صح؟ مظبوط. خلينا ناخد بعض السوشيال ميديا برضو. حنان بتقول لك أهلا بك يا كابتن.